بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم دنيا إبراهيمي، كاتبة سابقة في المركب سوسيو تربوي بالحرشة في جامعة بوعرك، ومشرفة أيضا في البرنامج ديال التربية غير نظامية ومحو الأمية. احنا حاليا كنتواجدوا بالمركب سوسيو تربوي الموجود في الحرشة التابع لجامعة بوعرك، باش نطرقوا لعدة أمور اللي غنشرحوها أو نقدروا نفسروها. بالنسبة هناك إضافة أخرى بالنسبة للحارس الليلي ديال المركب، هو كان بحكم أنني كنت أنا اللي مشرفة ديال المركب، أنه كان كيتوصل بالمبالغ ديالو كما هي، يعني كان كما قلت أنه كان مؤخرا وقع واحد تغيير بسيط، لأني قلت شنو هو، بأنه يعني اللي وقع أنه الخلصة ماشي غير ديالو هو، يعني جميع الحراس الليليين ديال المركبات اللي قبل كتحيد منهم ديك 300 باش كتخلص كتيبة المركب، هذا هو التغيير فين كاين. والجمعية ما كت يعني ما عندهاش شي داخل باش أنها تاخذ من المصروف ديال كل واحد، أو من الشهريه ديال كل مؤطر، لانه كل واحد كان كيتخلص على داك الشيء اللي عنده، وما عمرها ما دخلت له في الخلصه ديالنا، كل واحد كان كيشد الرزق ديالو. والجمعيه الصراحه الله يعني ماشي حيت غادي نشكر فيها او لا، بحكم انني قدام الكاميرا كنشكرها في الوجود ديالها وفي الغيب ديالها، لانها مدات لي يد المساعده ماشي غير ليا انا، بزاف ديال الناس اللي يعني هزتنا من واحد الوضع وحطتنا في واحد البلاصه اخرى اللي ما كناش ناويين اننا نوصلوها، واستفدنا منها بزاف د الحوايج. ماشي حنا كنهضروا على كماده، ولكن صراحه الله الجمعيه اللي نقدر نعطيها التحيه وتستاهل كل التشجيع وكل التقدير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، انا اسم ديالي ياسمينة، مؤطره في التعليم الاولي بالمركب سوسيو التربوي بجمعيه نساء الغد للتنميه. انا من نهار اللي تحل هاد المركب وانا خدامه هنايا مده 5 سنوات، وبالنسبه للواجب الشهري كنتخلص يعني من المداخل ديال المركب، وبالنسبه للروض ما مخصش ليه يعني حتى شي منحه، وما متبوعاش حتى لشي جهه، وهذا كيبقى من المجهودات ديالنا، يعني من المجهودات ديالنا. وهذا العام كاين نقص كبير بسبب التحريض، والصراحه هذه الجمعيه عمرنا ما سمعنا منها يعني حتى شي عيب. وبالنسبه حنايا مؤطرات ما كيتمارش لينا حتى شي ضغوطات، لا من الرئيسه ولا من شي حاجه اخرى، وصراحه كنشكر موقع الريفينو. السلام. صراحه كنشكروا جمعيه نساء الغد اللي مدتني لنا اليد ديالها، وكنتمنوا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، انا اسمي خديجه المالكي، مؤطره ديال الخياط، مؤطره الخياطه لجمعيه نساء الغد للتنميه. زين هذه تاسس الجمعيه يا زي 2017 نشكي سندانيتا، والحمد لله وكيسن زريغ الا رخا، يعني امشنا وريني بوشان الضغوطات، وريني بوشان شان حاجت يعني اكراهات ني شان حاجت، والراتب الشهري انه تقدا سكورتها صافي، يعني اسكوسا دوز الله، يعني اذا نتاتي دي المركب يجي نقص لهم قران بسبب التحريض وشوية أزمة كورونا، نتخدص وينث نتخدص الواجب الشهري سلمة داخل الجمعية، والمجهودات النغل يعني الجبارة وديني بوشان شان وينث شان الدعم زي شان جهاني هو المهم، وتشكر الجمعية نساء الغد للتنمية، وتشكر إذا عين عارفينه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا نعيمة، مؤطرة في الطبخ والحلويات في هذا المركب سوسيو التربوي مع جمعية نساء الغد للتنمية، هذه مدة 3 سنين وأنا معهم. دوزنا الامتحانات ديال العام اللي فات ديال طبخ الحلويات مع مستفيدات، كانت شي 14 وحده هكاك، وداز كلشي على خير وبخير الحمد لله، وخداو الشواهد ديالهم. والصراحه ما كاينش، كانوا كيقولوا راه كاين واحد كيدفع واحد المقدار ديال الثمن على حسب داك الدبلوم، يعني 300 درهم عاد واش ياخذوا الدبلوم، ما كاين لا 300 درهم لا والو، خداو الشواهد ديالهم والدبلومات ان شاء الله راهم كاينين ان شاء الله، وداز كلشي على خير وبخير، وكيخلصوا كان كيخلصوا الى الواجب الشهري ديالهم، وانا كذلك كنتخلص الواجب الشهري ديالي من عند الكاتبه، كانت هي الكاتبه وهي اصلا مشرفه على هذا المركب سوسيو التربوي.
وهذا العام كان واحد النقص كبير، كان ما كانش الناس، ما كانش ما كتجيش على حسب كان واحد التحريض من الخارج، يعني كان الناس اللي كتحرضهم برا، كان بزاف ديال الناس اللي كتقوم بالتحريض على ما تمشيوش، يعني راه كاين غتدخلوا لواحد الجمعيه راه غادي تكون غادي دير، كيجيو الناس كيسولوا بغينا ندخلوا زعما باش يتسجلوا داكشي، مي كيسولوا على الجمعيه واش باقيه نفس الجمعيه، لا راه حنا كنتسناو واحد الجمعيه اخرى، لان راه دايرين معنا الناس غادي نخدموا في ديك، غادي نتعلموا في ديك الجمعيه وبدون مقابل، يعني ما غادي نخلصوش الواجب الشهري، ما غنديروا حتى حاجه. وهاد السنه انا خدامه هنايا حاليا، خدامه مع هاد الجمعيه، ولكن كمتطوعه، لانني ما شفت منهم غير الخير والاحسان مع هاد الجمعيه، لان الحمد لله كنت كنوقف عليهم كنلقاهم بزاف ديال الحوايج. وحال الجمعيه زعما الصراحه باقيه خدامه وخدامين، وخاهبطوا يعني دايرين في المقر ديالهم الجمعيه لتحت خدامين الحمد لله، وكانوا كيعطوا ومازالين كيعطوا، ونتمنوا يزيدوا يعطوا اكثر. وهاد المده هذه اللي خدمت معاهم 3 سنين، يعني الحمد لله ما شفنا منهم غير الخير، لان ما كتمارس علينا حتى شي ضغوطات من جهتهم، او زعما شي حاجه غادي نديروها بالمقابل يعني. وكنشكر جمعيه النساء الغد للتنميه، وكنشكر عارفين، وفي الصراحه فوقاش ما لقيناهم كنلقاوهم، وشكرا للجميع.